الهالات السوداء تحت العين ظاهرة منتشرة جدا وممكن تحصل في أي وقت لأي حد، سواء كبير في السن أو صغير في السن، سواء راجل أو ست، ممكن تجيلك الهالات السوداء دي وبتسبب إحراج كبير جدا لأي حد بتكون عنده. ومعظم الناس بيعتقد ان السبب الاساسي في الموضوع ده هو قلة النوم او الاجهاد او التعب. في الحقيقة ده سبب من الاسباب، لكن في اسباب تانية كتيرة جدا بتسبب الهالات السوداء، ولازم نعالج السبب. والعلاج الاساسي للهالات السوداء هو علاج السبب نفسه. عشان كده في الحلقة ديت هقولك على 10 اسباب بيعملوا الهالات السوداء. لو عايز تعرفيهم كمل الحلقة للنهاية. معاكم دكتور احمد خميس، يلا بينا نبدأ الحلقة. مادام وصلت هنا يبقى عايز تعرف اسباب الهالات السوداء، يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. واول سبب واشهر سبب من الاسباب اللي بتعمل هالات سوداء تحت العين هو الانيميا ونقص عنصر الحديد. وعلشان كده هتلاقي الموضوع ده منتشر جدا بين البنات. هتقول لي ليه البنات؟ هقول لك علشان البنات بيكون عندهم انيميا على طول ونقص في عنصر الحديد، وده طبعا بيكون بسبب الولاده. بيحصل نزيف وفقد كميه كبيره من الدم، والحيض كمان بينزل كميه كبيره من الدم كل شهر. عشان كده معظم البنات بيكون عندهم نقص في الحديد ونقص في الانيميا، وده بيعمل عندهم الهالات السوداء. والحل بتاعهم الاساسي او الوحيد هيكون هو علاج الانيميا دي. مهما ياخدوا كريمات موضعيه ومهما ياخدوا كريمات علشان تشيل الاثر اللي تحت عينيهم، لازم يعالجوا السبب الاساسي اللي هو الانيميا. تاني سبب من الاسباب اللي بتعمل هالات سوداء التعرض المتكرر لاشعه الشمس. طيب ليه؟ علشان التعرض المتكرر لاشعه الشمس ده بيحفز البشرة ان هي تفرز كمية كبيرة من الميلانين، والكمية الكبيرة دي بتدي اللون ده، وده بيكون كنظام حماية ووقاية من اشعة الشمس بتبدأ البشرة تعملها كطريقة من طرق الوقاية. ثالث حاجة من الحاجات اللي بتعمل الهالات السوداء اجهاد العين. طيب وده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل من خلال مشاهدة التلفزيون او اللابتوب او الشاشات والقعدان قدامها فترة كبيرة. ده بيعمل تمدد في الاوعية الدموية بتاعت العين ويسبب ظهور الهالات السوداء بشكل كبير. والعلاج في الحاله ديت هيكون انك تقلل الموضوع ده، تقلل الاعود قدام الشاشه او قدام التلفزيون او قدام اللابتوب، او تقلل الاضاءه بتاعه الموضوع ده. ومهما تاخد كريمات مش هتجيب نتيجه الا لما تقلل السبب نفسه. 4 الرجيم او التخسيس القاسي. طيب ليه؟ علشان الجماعه اللي بيكونوا عاملين رجيم قاسي او يكونوا بيخسوا ما بياخدوش الكميه الكافيه من الفيتامينات او بياكلوا اكل بسيط، دي سبب. والسبب الثاني ان هو بيحصل عندهم كنظام ترقيق في الجلد اللي حوالين العين، وكمان كميه الدهون اللي بتكون حوالين العين بتقل، فتبدا تظهر عندهم الهالات السوداء بشكل كبير. عشان كده في الحاله ديت الحل هيكون نظام رجيم معتدل، ما يكونش نظام قاسي، ويكون فيه الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها علشان ما ناثرش على اي عضو ثاني من الاعضاء عشان نخس. 5 الجفاف ونقص كميه السوائل في الجسم، ده من الاسباب اللي بتسبب الهالات السوداء. والحل هنا بيكون اننا نشرب كميه كبيره من الميه، على الاقل كل يوم 3 لتر ميه. ده كويس جدا للبشره ومفيد للجسم كله وللكلى. شرب الميه مهم جدا. 6 التدخين وتناول كميه كبيره من الملح. طيب ودولت بيعملوا ايه؟ دولت بيعملوا احتباس السوائل في الجسم، وبالتالي هيعملوا ضغط على الاوعيه الدمويه وانتفاخ في الاوعيه الدمويه، وخصوصا الاوعيه الدمويه اللي حوالين العين. فلما يحصل انتفاخ وضغط فيها بيبدا يعمل هالات سوداء وانتفاخات تحت العين بشكل كبير. عشان كده بلاش تدخين وبلاش تناول كميه كبيره من الملح، كميه بسيطه من الملح علشان ما نعملش احتباس للسوائل في الجسم وامتداد في الاوعيه الدمويه. ده هيكون علاج الحاله دي. 7 تناول بعض انواع من الادويه. هتقول لي زي ايه؟ بعض انواع القطرات اللي بتستخدم لعلاج الجلوكوما لما بنستخدمها في عينينا بتعمل هالات سوداء تحت العين، وده مشهور جدا مع الجماعه اللي بيستخدموا علاج الجلوكوما. قطرات بيكون عندهم هالات سوداء تحت عينيهم بسبب القطره دي. 8 بعض الامراض او بعض المشاكل الصحيه. هتقول زي ايه؟ زي اضطرابات الغده الدرقيه مثلا بتسبب الهالات السوداء، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، بعض الامراض الصحيه والوعكات الصحية بتسبب الهالات السوداء تحت العين. وكمان استخدام بعض الأدوية، وخصوصا الأدوية اللي بتزود المساحة بتاعت الأوعية الدموية وبتزود الأوعية الدموية. 9 الإكثار من المشروبات اللي بتحتوي على مواد منبهة بشكل كبير، زي الشاي والنسكافيه والقهوة والمشروبات الغازية. كل الحاجات ديت لما نزود منها ونشرب منها كمية كبيرة بتبدأ تأثر على صحتنا كلها بالسلب، على السكر وعلى الضغط على جميع الاعضاء، وكمان بتعمل هالات سوداء حوالين العين. عشان كده بلاش نكتر من المشروبات الغازيه وبلاش نكتر من المنبهات. 10 واخيرا استخدام مستحضرات التجميل بشكل كبير وكميات كبيره. عدم غسل المكياج والميك اب والحاجات اللي بنحطها على وشنا وننام بيها، ده بيعمل هالات سوداء. الحساسيه او الالتهابات او بعض مشاكل الجيوب الانفيه،
كل ديت اسباب وعوامل بتسبب الهالات السوداء، والعشرة دولت مش كل اسباب الهالات السوداء، في اسباب تانية كتيرة ممكن تسبب الهالات السوداء، بس العشرة دولت يعتبروا من اشهر الاسباب اللي بتعمل هالات سوداء، بعد طبعا قلة النوم والارهاق والاسترس والضغط النفسي. قلة النوم ده يعتبر من اشهر الاسباب زي ما اتكلمت معاكم في البداية. النوم بشكل منتظم ده مهم جدا، على الاقل من 7 لـ 8 ساعات كل ليلة لازم ننامهم ويكونوا بالليل، ده مهم جدا علشان يقلل الموضوع ده، وده يعتبر من اشهر الاسباب. لما تطبق يوم او اتنين او تلاتة والجماعة اللي بيشتغلوا بالليل بيلاحظوا الموضوع ده، ان عندهم هالات سودة وغمجاج تحت العين دايما. عشان كده النوم بالليل مهم، وطبعا كلنا بنلاحظ الموضوع ده لما حد يطبق يوم واتنين ما ينامش بيظهر عنده الموضوع ده، لما نقول له حاول تنام ويبدأ ينام يوم او اتنين نوم منتظم 8 ساعات ويشبع فيهم من النوم، بتبدأ الهالات السوداء اللي تحت عينيه تختفي وتقل تدريجي، وده يعتبر علاجه الاساسي. مهما يستخدم كريمات ده كلها حلول مؤقتة هتريح شوية، بس الحل الاساسي ان هو ينام كويس. طبعا زي ما قلنا ان الهالات السوداء ممكن تحصل لاي حد في اي وقت وفي اي فئة عمرية، بس في بعض العوامل او العوامل المساعدة اللي بتزود فرصة حدوث الهالات السوداء عند بعض الناس اكتر من غيرها. هتقول لي زي ايه؟ زي الوراثة مثلا، الوراثة والجينات بتلعب دور مهم جدا في الموضوع ده، عشان كده في بعض العائلات بيكون عندهم وراثة وجينات في الموضوع ده، والعلاج في الحالة دي هيكون محتاج دكتور متخصص هو اللي يعالج الحالات بتاعة الوراثة والجينات. وكمان تاني عامل من العوامل المساعدة اللي بتزود ظهور الهالات السوداء العمر، كل ما الإنسان يكبر في العمر ويتقدم في العمر بتبدأ الهالات السوداء تزيد عنده وتجيله بطريقة كبيرة. طيب ليه؟ علشان في زيادة العمر بتبدأ البشرة ترق وتبدأ الدهون تقل في الجسم، فتبدأ تظهر الهالات السوداء اللي تحت العين، والكمية اللي موجودة تحت العين كمية بسيطة، فلما تبدأ تقل بتظهر الأوعية الدموية اللي موجودة واللون الأزرق اللي بيظهر تحت العين أو اللون البني بتاع الهالات السوداء. وكمان لون البشرة بيلعب دور في الموضوع ده، الجماعة اللي هم عندهم البشرة الداكنة أو أصحاب البشرة الداكنة الموضوع ده بيظهر عندهم بشكل كبير جدا عن غيرهم، اللي هو الهالات السوداء اللي تحت العين. دولت كده يعتبر من أشهر الأسباب أو العوامل اللي بتعمل الهالات السوداء. وطبعا الضغط والاسترس، الحساسية، الهرش، عوامل تانية كتيرة جدا ممكن تسبب الهالات السوداء حوالين العين. وعلاج الهالات السوداء بيعتمد في الأساس على علاج السبب نفسه، لازم نبص على الأسباب اللي قلناها دي كلها وتشوف السبب الأساسي عندك ايه، قلة النوم، أنيميا، مشكلة في الغدة الدرقية، عندك مشكلة في حاجة معينة لازم تعالجها قبل ما تستخدم الكريمات. الكريمات والأدوية والحياة دي كلها ممكن تكون 20%، بس 80% من علاج الهالات السوداء بيكون معتمد اعتماد كلي على التشخيص ومعرفة السبب بتاع الهالات السوداء ايه. لازم نعرف السبب ونعالجه، من هنا هتبدأ النتيجة تظهر معاك بأقل كريم أو أقل استخدام. لكده هكون وصلت لنهاية الحلقة، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم دكتور أحمد خميس، والسلام عليكم.